ولنقاش ملف ذكرى تأسيس الجيش العراقي ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة بغداد مستشار مركز الأمة للدراسات وتطوير للشؤون العسكرية والأمنية العميد الركن خليل الطائي. أهلا بكم سيادة العميد. حياكم الله أختي الفاضلة. كيف نجح الجيش العراقي وفي كل مراحله الزمنية في الحفاظ على حدود البلاد وإبعاد الأخطار الخارجية بالحفاظ على سيادة العراق، ونتحدث عن مرحلة ما قبل الاحتلال؟ أختي الكريمة، الجيوش تتسلح دائما بالعقيدة العسكرية الصحيحة والتي من أولوياتها الدفاع عن الوطن بشعبه وأرضه وحمايته من الاعتداءات الخارجية. هذه العقيدة هي الفكرة الأساسية للجيش، ووفق هذا فالجيش العراقي منذ تأسيسه عام 1920 ولغاية عام 2003 وهو عام الاحتلال، وضع العراق وحمايته من أولى مهامه وواجباته، وكانت شروط الانتماء لديه في ذلك الحين بعيدة عن الطائفية والمحسوبية والحزبية، فهو جيش مهني محترف بامتياز بني على أساس الضبط والمعرفة وحسن السلوك والتدريب الكفو، وكان الجميع فيه من القادة نزولا إلى الجنود يخضعون لقانون عسكري واحد يثيب الكفو ويعاقب المسيء وفق قانون العقوبات العسكري اللي بيسري أحكامه على الجميع دون تمييز. فالجيش العراقي الوطني كان مهنيا تحكمه القوانين والأخلاق وحب العراق والعراقيين، لذلك كان الوسيلة الحصينة لحماية العراق من الأخطار الخارجية، وكان هنالك ثقة متبادلة بينه وبين العراقيين بمختلف طوائفهم وقومياتهم. هذه الثقة الشعبية مكنت الجيش من إنجاز جميع مهامه بنجاح وتمييز. نعم سيادة العميد، رغم تغير الأنظمة السياسية في العراق وتوجهاتها الفكرية السياسية، إلا أن الجيش العراقي قبل عام 2003 حافظ على مهنية ووطنية هذه المؤسسة العسكرية التي تخدم العراق فقط. كيف تدهورت الأمور حتى وصلت إلى هذا الحال بعد الغزو الأمريكي للعراق؟ بالتأكيد يتدهور حال الجيش ويتبدل بعد الغزو، وهذا حال أغلب الدول التعرض للاحتلالات، والسبب أن الجيش العراقي كان أيقونة جيوش المنطقة ويحتل مراكز متقدمة جدا في قياسات الجيوش العالمية، لذلك حل الجيش كان أمرا مدبرا لإجهاض أحد أهم ركائز بناء الدولة العراقية ومن ثم استبداله بهيكليات عبثية طائفية متحزبة فاقدة لروح العسكرية وخالية من الضبط والانضباط. اتخذت هذه العبثيات الميليشياوية ثقافة الفساد نهج، بالإضافة إلى تعدد السلطات اللي استبدلت العقيدة المهنية بالفكر والسلوك الميليشياوي. فالقوات الحالية هي خليط هجين متعدد الولاءات والانتماءات المعادية للعراق والعراقيين، فهو جيش بريمر برعاية إيرانية وأوامر ميليشياوية ذو مخرجات انتقامية. نعم سيادة العميد، كان هنالك حديث حول معاقبة المنتسبين للجيش العراقي بعد الاحتلال ومعاقبة ضباطه بحرمانهم من حقوقهم الاجتماعية، حرمانهم من الرواتب التقاعدية. كيف تفسر مثل هذه الممارسات على عمال أو موظفين في مؤسسة سيادية كالمؤسسة العسكرية؟ هذا الحديث والإجراءات التعسفية هي صحيحة وواقعة. الجيش العراقي بعد نهاية حرب الثمانينات والتي خرج منها منتصر بعد أن ألحق الهزائم بقوات النظام الإيراني، دق ناقوس الخطر عند العدو الصهيوني من جهة، وترك جروح كبيرة في نفوس قادة النظام الإيراني من جهة أخرى، ولذلك بعد احتلال العراق عام 2003 امتزج الخوف الصهيوني مع الحقد الإيراني. لتترجم أمريكا هذا المزيد النتن بقرار بريمر بحل الجيش وملاحقة منتسبيه وحرمان العديد منهم من حقوقهم التقاعدية، علما أن الحرب العراقية في الثمانينات لم تنتهي بل توقفت وتم استئنافها بعد احتلال العراق، وما يجري على ضباط الجيش العراقي الوطني وأفراده هو انعكاس للأحقاد التي خلفها النصر العراقي في حرب الثمانينات.
كيف ساهم قرار دمج الميليشيات بالمؤسسة العسكرية في تحول القوات الأمنية بعد عام 2003 إلى ميليشيات طائفية حاقدة ترتكب جرائم، وربما كان آخرها ما جرى في ناحية جبلة ببابل؟ فكرة دمج الميليشيات في القوات الأمنية كان أمر مقصود لقمع العراقيين ولتمرير النوايا الحاقدة والسلوك الطائفي تحت غطاء المؤسسات العسكرية والأمنية الحكومية. وبهذا الدمج الميليشياوي تم إجهاض مهنية المؤسسة العسكرية وإقصاء عقيدتها، وباتت هذه المؤسسات عناوين خالية من المضمون، هدفها وغايتها الانتقام من كل من يعارضها ويخالف عقيدتها الصفراء. وحادثة جبلة مؤخرا وما سبقها قبل عدة أسابيع ديالة شواهد على هذا السلوك المنحرف والتصرفات الطائفية اللي تم اتخاذها نهج وسلوك في ممارساتها تجاه العراقيين. ومن هنا وما يوجد في العراق عبارة عن سكنات ميليشياوية أكثر من كونها مقرات عسكرية تتخذ العنف غاية ووسيلة. الحديث عن هذه النقطة ربما يقودنا للتساؤل عن هذه الجرائم، إلى أي مدى تندرج هذه الجرائم المرتكبة من قبل القوات الحكومية ومنها الجيش الحالي ضمن الأخطاء الفردية غير الممنهجة كما تقوم أو كما تقول الحكومات المتتالية بعد عام 2003؟ أختي الكريمة، تأسيس الجيش بعد عام 2003 على أسس طائفية وحزبية هو الخطأ الكبير الذي دفع ثمن المواطن بالكامل. فالجغرافيا العراقية اليوم مستباحة من الجميع، والعراقيين يعيشون في متاهات القتل والتغييب والتهجير والاعتقال من قبل هذه المكونات التي تندرج ضمن عناوين القوات الحكومية. فما يحدث هو ليس أخطاء فردية، بل هي مخرجات لعقيدة تعكس فكرة السلطة ومنهج أعوج بناه بريمر وسار عليه الطائفيون بعد أن اتخذ عناصر هذه القوات الغطاء المؤسساتي لتحقيق أهدافهم الشخصية وأعقادهم الطائفية. وبهذا يكون الشعب تحت سلاح وإرهاب السلطة المتسترة بالعناوين الحكومية. ما حجم المخاطر التي تشكلها هذه القوات العسكرية والأمنية على العراق والعراقيين بهذه البنى الطائفية القائمة على دمج عناصر الميليشيات الموالية لإيران في المؤسسة العسكرية؟ الخطر ليس على العراق فقط، على العراق بالدرجة الأساس وأيضا على الدول الجوار. اليوم القوات المسلحة بجميع مسمياتها باتت إحدى وسائل الإرهاب السلطوي الذي تفتك بالعراقيين وتجتث أجسادهم. هذه القوات اليوم ترتكب الجرم وفق اتهامات كيدية وطائفية، وتبرر فعلتها بقوانين هي من سنها خلافا لجميع القوانين العسكرية. هذه القوات الموالية لإيران المؤطرة حكوميا تعتبر سلاح يتم التحكم به من جار سوء إيران وبأدوات محلية وموجهة إلى العراقيين واجتثاث طموحاتهم وكبت معاناتهم وتنسيق أجسادهم، ويتشكل خطر كبير أيضا على دول المنطقة وخاصة الخليجية. هذه المسميات الهجينة بنيت على أحقاد لا وجود لها في تاريخ الأمة ولا في السيرة العسكرية بل في عقولهم فقط. لذلك بهذه التشكيلات الولائية سيتم استهداف دول الخليج العربي وخاصة بمقدمتها المملكة العربية السعودية التي يرون فيها العدو الأول وفق رغبات إيرانية وأحقاد ميليشياوية. شكرا جزيلا لكم العميد ركن خليل الطائي مستشار مركز الأمة لدراسات وتطوير للشؤون العسكرية والأمنية، حدثتنا عبر الهاتف من العاصمة بغداد.